يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا دعاء جائز أم هو توسل بغير الله، وهو اللهم إنا نسألك بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة إلى آخر حروف الهجاء، هل هذا الدعاء جائز؟ هذا مزينه هو، هذا ما هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللي يزينه هو. الدعاء يجب أن يكون وارداً عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو موافق لما في القرآن والسنة، أما أنه يخترع الباء ما أدري إيش فيها والتاء والحاء والخاء، هذا من اختراعه. نعم.